فريق البناء. مرحبا شارلي، كيف حالك؟ هل أنت في طريقك للعمل؟ ماذا رأيت شارلي؟ أوه، السيارات الصغيرة تتبارز بالسيوف الخشبية. أنا متأكدة أن السيارات الصغيرة تحتاج حصناً لتلعب فيه. مرحباً إدغار، مرحباً إيثان. شارلي شاهد للتو بعض السيارات الصغيرة تلعب بالسيوف الخشبية ويريد أن يبني لهم حصناً منيعاً. هل ستساعدانه؟ ممتاز، لنقم بتجميع الأدوات. يبدو أن الصغار قد انتهوا من اللعب اليوم. أوه نعم، لقد تركوا سيوفهم. ملاحظة جيدة شارلي، هذا يعني أنهم سيعودون لاحقاً. إيثان محق، لو تمكنتم من بناء الحصن بسرعة ستكون مفاجأة جميلة لهم عندما يعودون. لقد انتهينا من الهيكل الأساسي، الآن نحتاج بعض السلالم. يجب أن تتأكدوا أن السلالم آمنة. تفكير جيد إدغار، أنت صغير الحجم، يمكنك الحركة بين السلالم وتثبيتهم جيداً في مكانهم. هاي إدغار، ابق في مكانك، شارلي وإيثان يريدانك أن تكون جاهزاً لتثبيت مقدمة الحصن في مكانها. واو، تبدو مذهلة، كل ما نحتاجه الآن هو قيام إدغار بتثبيتها في مكانها باستخدام بعض البراغي. أوه، إنه نائم. إدغار استيقظ بسرعة قبل أن تتسبب الرياح في طيران مقدمة الحصن. شارلي، إيثان، ابتعدا عن الطريق. إدغار، كان المقصود أن تقوم بتثبيت مقدمة الحصن في مكانها ببعض البراغي. لا تقلق، كن جاهزاً لتثبيتها هذه المرة. هاي إيثان، أعتقد أنه يجب أن تبقى في مكانك هذه المرة حتى نتأكد من أن إدغار قام بتثبيت البراغي. أحسنت، تقوم بعملك على أكمل وجه. الحصن يبدو مذهلاً يا رفاق، يبدو وكأنه حصن حقيقي. لقد حضرت السيارات الصغيرة الآن. مرحباً يا صغار، لقد رأكم شارلي تلعبون بالسيوف صباحاً، لذلك قام فريق البناء ببناء حصن قوي لكم. هل أعجبكم؟ الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو السيوف، هل سيوفكم معكم؟ إذن لنبدأ اللعب. أحسنتم عملاً يا رفاق،
لقد كنتم سبباً في إسعاد الصغار اليوم. الشاحنة الخارقة. مرحباً بني، إنه يوم رائع للطيران. انظري، إنه هكتور. بني تريد أن تريك شيئاً تتدرب عليه. ما هو؟ هل يمكننا أن نراه؟ ماذا هناك؟ احترسي من ذلك المبنى. لا، لا تقلقي، سنذهب للبحث عن الشاحنة الخارقة، سيقوم بإنقاذك. هل نضغط على الزر ونستدعي الشاحنة الخارقة؟ بني في مشكلة، هل يمكنك مساعدتها؟ عالقة على سطح المبنى، يجب أن تتسلق إلى الأعلى وتساعدها في النزول إلى الأسفل. هذه؟ لا؟ حسناً، لنكمل للأمام. هل هذا هو التحول الذي ترغب فيه؟ ألاحظ ذلك، تريد أن تتحول إلى شاحنة متسلقة. هل أنت جاهز كارل؟ أقصد الشاحنة الخارقة؟ هيا بنا. واو، إنه تحول مذهل. انظر هكتور، ها هي الشاحنة الخارقة. لا تقلقي بني، الشاحنة الخارقة سيقوم بإنزالك من هنا. احترس كارل، لا تسرع كثيرا. أحسنت عملاً. الآن لنأخذ بني وننزلها إلى الأسفل. أحسنت عملاً شاحنتنا الخارقة، نراك في المرة القادمة. بني، هل يمكنك الطيران بحرص أكثر في المرة القادمة؟ ممتاز، نراك لاحقاً. فريق البناء.
مرحبا صغيري جاري، كيف حالك اليوم؟ أنت محق، إنه يوم جميل للتنزه على الشاطئ. لا يوجد شاطئ قريب من هنا، لكنني متأكدة أن فريق البناء يمكنه حل هذه المشكلة. ممتاز صغيري جاري، هل لديك مخطط للتنفيذ؟ لننطلق إلى النهر يا رفاق. هذا هو المكان المناسب للشاطئ. لنبدأ العمل أيها الفريق. حسناً أيها الفريق، هذا ما نحتاجه لنكمل مهمتنا. الخطوة الأولى، افرشوا الأرض بالرمال. الخطوة الثانية، احفروا 5 حفر. الخطوة الثالثة، ازرعوا 5 شجرات نخل. واو، يبدو أن الأخبار الجيدة تنتشر بسرعة. يفضل أن نبدأ أيها الفريق. إدغار، هل يمكنك حمل أكياس الرمل هذه وتفريغها في حاوية إيثان؟ الآن قم بتفريغ الرمل بالقرب من الماء لتكوين الشاطئ. لا إيثان، لم يتبقى لديك أي رمل، ماذا يمكننا أن نفعل؟ أنا أعرف، لنتصل بهكتور الطائرة المروحية، ربما بإمكانه إحضار بعض الرمال لنا. مرحبا هكتور، فريق البناء يحتاج مساعدتك. هل بإمكانك القدوم إلى ضفة النهر وإحضار بعض الرمال معك؟ شكراً لقدومك هكتور، لقد نفدت الرمال من إيثان ونريد المزيد لتغطية الأرض وعمل الشاطئ. هل بإمكانك إعطاؤنا كيس الرمل الذي تحمله؟ أحسنتم عملاً، الشاطئ يتشكل الآن فعلاً أصدقائي. حسناً، لنقم الآن بزراعة أشجار النخيل. إدغار، قم بحفر الحفر، وثم يقوم شارلي بزراعة الشجر فيها. عزيزي، لا تدع الشجرة تقع بعيداً. أحسنت عملاً، لقد وضعتها في مكانها. إيثان، هل بإمكانك ملء الفراغات بالرمل أيضاً؟ أحسنت عملاً، هذا كل ما في الأمر أيها الفريق. إنه جاهز الآن، لقد أنجزتم المهمة. عمل جماعي مذهل. الشاطئ يبدو رائعاً. ماذا ستفعلون الآن أيها الفريق؟ إنها حركة جميلة.
مرحبا صغيري جاري، يبدو أنك جاهز ليومك على الشاطئ. ما رأيك بعمل الفريق؟ أوه ممتاز، سعيدون أنه أعجبك. لقد قام الفريق ببناء هذه القلعة لك. أحسنتم عملاً جميعاً. يمكننا إنجاز أي شيء عندما نعمل بروح الفريق. شكراً مجدداً لمساعدتك لنا هكتور. نراك لاحقاً. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. فريق البناء. يبدو أن الجميع مستمتعون بالسباق الكبير اليوم. هي الصغار هنا أيضاً. مزعج جداً أن ميدان السباق كبير جداً عليهم. هذا يبدو مضحكاً. فكرة رائعة صغيري جاري. ميدان سباق للمركبات الصغيرة سيكون ممتعاً جداً لهم. ما رأيكم أيها الفريق؟ ممتاز. هل لدينا مخطط للعمل؟ هذا يبدو مذهلاً. لننطلق لموقع البناء يا رفاق. إنه موقع مناسب لميدان السباق. لنقم بالتنفيذ يا أصدقاء. حسناً، هذا ما نحتاجه لإنهاء مهمتنا. الخطوة الأولى، يقوم شارلي بحمل جزء من الميدان. الخطوة الثانية، يقوم إيثن وإدغار بمساعدة شارلي بوضع هذا الجزء في مكانه. الخطوة الثالثة، يطلق شارلي هذا الجزء وينطلق للجزء التالي. ونقوم بنفس الخطوات لبقية الأجزاء. أعزائي، يبدو أن الصغار متشوقون لرؤية ميدان السباق. لنبدأ العمل الآن أيها الفريق. حسناً يا رفاق، لنقم بتثبيت القطعة الأولى من الميدان. حسناً، الآن سنقوم بتثبيت الدعامات. ستقوم برفع الميدان. قوموا بوضع دعامتين على كل جانب من الميدان. تأكدوا من أنهم مستقيمون. أحسنتم عملاً. الآن القطعة الحمراء ستوضع فوق الدعامات. أعتقد أنها تحتاج إزاحة نحو اليسار. احترسوا يا رفاق. ممتاز. لدينا القليل من القطع أيها الفريق. أوشكنا على الانتهاء. حسناً، بقي لدينا القطعة الأخيرة أصدقائي. أوه عزيزي إدغار، أنت محق. القطعة الصفراء من الميدان مفقودة. أين يمكن أن تكون؟ أوه ها هي. شارلي، هل بإمكانك إحضارها من فضلك؟ سنقوم بوضع هذه القطعة ونكون قد انتهينا. حسناً، أنجزنا المهمة أيها الفريق. عمل جماعي رائع. الميدان الآن جاهز للسباق. هيا يا صغار، تعالوا لنرى ماذا ستفعلون الآن. وانطلقوا. واو، إنهم قريبون جداً من بعضهم. من سيفوز؟
إنه الصغير جيري. تهانينا، لقد فزت في السباق الأول. استمتعوا بالميدان يا صغار، أحسنتم عملا جميعا. بإمكاننا إنجاز كل الأعمال عندما نعمل بروح الفريق. وداعا أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. القطار تروي. صباح الخير تروي، إنك تمرح اليوم؟ يبدو أن هناك بعض الصخور تغلق النفق، وتايسون لا يستطيع الصعود منه إلى الجبل. إلى أين كنت متجهاً تايسون؟ كان يحاول تزويد بيلي ببعض الوقود لأنه الوحيد الذي يمكنه إزاحة الصخور وفتح النفق من الجانب الآخر، لكنه يحتاج بعض الوقود. أنت محق تروي، نحتاج مركبة لتزويد بيلي ببعض الوقود على الجانب الآخر بسرعة. لنذهب إلى المخزن في مدينة السيارات ونجد مركبة تساعدنا في ذلك. لا تقلقا تايسون وبيلي، نحن ذاهبون لطلب المساعدة. حسناً، هيا لنقابل صديقنا الجديد. أي مركبة يمكنها تزويد بيلي بالوقود على الجانب الآخر من الجبل؟ سيارة الشرطة؟ سيارة السباق؟ الطائرة؟ فكرة جيدة! الطائرة يمكنها تزويد بيلي بالوقود على الجانب الآخر من الجبل وبسرعة. حسناً، الصندوق في طريقه إلي. لنعود الآن إلى مدينة السيارات ونقوم بتجميع قطع الطائرة. حسناً تروي، لنقم بتجميع صديقنا الجديد. دعنا نقم بإنزال القطع أولاً. واو، إنها تتشكل الآن. مرحباً يا طائرتنا الجديدة، أهلاً بك في مدينة السيارات. ما اسمك؟ بيني؟ يسعدنا مقابلتك بيني. تروي، بيني يمكنها الطيران. بيني، لدينا مهمة لك. هذا صديقنا تايسون، يريد أن يزود بيلي بالوقود على الجانب الآخر من الجبل. هل يمكنك الطيران والذهاب إلى بيلي الجرافة؟ تايسون، بيني تريد أن تعطيها وعاء الوقود لتأخذه إلى الجانب الآخر. نتمنى لك طيراناً سعيداً بيني. واو، هذا مذهل، انظروا إليها، إنها تطير. بيني، هل يمكنك تسليم وعاء الوقود لبيلي؟
أحسنت صنان، إنك في الطريق إليه بني. كنا متأكدين أنه يمكنك فعلها. لقد قام بيلي بفتح النفق. برافو بيلي. ودعا أصدقائي، نراكم في المرة القادمة.